هي تسارع وتسابق الزمن في للأجل إثبات سياسة الأمر الواقع وإنهاء ما يسمى بالقدس. قد يكون ما سنعرضه الآن في نوع من إظهار الحقيقة المرة، لكن أنا أقول نحن نعيش في الربع الساعة الأخيرة لتحويل القدس قد تكون إلى أورشليم. يعني لا أريد أن أحبط المشاهد والسامع، ولكن ما يجري في القدس حقيقة أمر خطير وخطير جدا في ظل غياب الإعلام وفي ظل غياب الوقائع أو في ظل غياب خلينا نسميها الاهتمام العربي الرسمي وحتى الاهتمام العربي الشعبي في ظل انشغالات وفي ظل وجود حالة ارتباك إقليمي. نعم. واضحة جدا. نعم صحيح. أتمنى حضرتك توريه يعني هو البرزنتيشن شوي حيكون تفاصيله. بمعنى نريد أن نرى عن أي قدس نحن نتحدث. هل نتحدث عن القدس الغربية؟ هل نتحدث عن القدس الشرقية؟ هل نتحدث عن القدس الموحدة؟ هل نتحدث عن محافظة القدس؟ هناك إرباك كما ذكرت، وهناك عدم فهم لوقائع القدس في هذا العرض الذي سنقوم به الآن. هو وقائع القدس منذ البدايات وحتى اللحظة. الكمبيوتر شغال معك؟ نعم ولا شغال. أنا عندي شغال. أوكي. الشاشة شغال. لا هيظهر على الشاشة. يعني حاليا لو أمامي على الشاشة هي البلدة القديمة، البلدة القديمة بمعنى هي الكيلومتر مربع، وهي الصراع الحقيقي الذي يجري داخل البلدة القديمة. لازم من نطلعها من نقطة صغيرة. هي مش طالعة على الشاشة؟ لا لا، في عندنا طريقتين. أيوة هي دي. أيوة لا أنا لازم أتحكم في العملية. لا مش هي دي. لا في خربشة عنكم.